باسم تسيير انه في الماضي يسيروا الفرقه باسم هذه المساله هذه، مسيطرين على الفرقه، وهم اللي كيتحكموا في الفرقه، وهم اللي كيعينوا كل مره رئيس يقوم بواحد المهمه معينه ويمشي بحاله، ويجي واحد اخر ويمشي هذا ويمشي واحد اخر. هذا الشيء وبطبيعه الحال غادي تلاحظوا بانه الوقت اللي خرج زياد وقال الاستقاله ديالته، يعني انه دارت جميع السيناريوهات الممكنه باش ما يداش التصويت او المصادقه على التقرير الادبي والمالي، ما دارتش، لانه الطريقه الوحيده كانت ثلاثه الحلول مطروحه، ولكن الحل الوحيد فهذوك الثلاثه اللي يمكن يلزم المنخرطين ويلزم مجتمع اصحاب الجمع العام انهم يصادقوا على التقرير المالي والادبي، شكون هو؟ هو انتخاب رئيس جديد. كون دات لجنه مؤقته ما كاين حتى مشكل، ما كيلزمش القانون بالمصادقه. كون تم تثبيت الرئيس القديم انه يبقى، يعني ترفض الاستقاله ديالته ويبقى، كذلك ما غاديش تلزم بالمصادقه. الحاله الوحيده هي انتخاب رئيس جديد ديك الساعه بالزمن، وهذيك هي الحاله اللي تفاداوها. كانه هذا الرجاء ماشي فريق عالمي، ماشي فريق يسيل اللعاب للعديد من المستثمرين والعديد من الشخصيات، والو قارمين عليها ما باغينش يخليو شي واحد يدوز لها، وديما كيلصقوا لنا حتى واحد ما بغى يتقدم، هذاك النار تحاول ترشح شي واحد، لا والو حتى واحد ما بغى يتقدم. هذا هو الحاله اللي كتعيش عليها الرجاء دابا ياك. التقرير المالي غادي تلاحظوا بانه واحد